في الدوري هذا. ممتاز. كنشوفوا الفيداليزيو داك لي جوار اللي عندهم. تماما. انطلقت المواجهه بالنسبه للابطال حاضرين في هذه المباراه. اكاديميه محمد السادس قبل ما تكون لاعب كره القدم كتحاول تكون الشخص الانسان اللي بالمواري اقام 19 سنه اللي هو محطه عالميه مهمه نختبروا من خلالها احسن الفرق واحسن الاسماء في هذا الدوري. بالفعل لان دوري اكاديميه سيفي اللي حتى هو سان كلوب فورماتور اسبانيول المدرسه الاسبانيه حضور المدرسه الاسبانيه بالقوه. كنشوفوا من القاره الافريقيه كاين بطل الدوري ديال النسخه ما لقاش فريق غراتا ساراي الحلول ديالو، ولكن ما نساوش ايضا على انه لا غراتا ساراي ولا ستراسبورغ ولا اوروبا عندهم واحد الدوري ديال تشامبيونز ليغ او دوري ابطال يعني اوروبا اللي عندهم هذه الفئه العمريه وكيشاركوا منتخبات او لاعبين غادي يلعب المباريات ديال الترتيب، ولكن بالنسبه للتاهل فغالب الابطال اللي حاضرين في هذا اللقاء. اذا نتابعونا كره ستراسبورغ على مستوى الخط الامامي اخذوا الرد بهذه الكيفيه هذه محاوله كتحس بان عناصر فريق ستراسبورغ كنطيف بانهم فايقين وداخلين في المقابله يعني مركزين بواحد تعملوا لا تكون رقم سعود اللي عاد يظهروا اللاعب وكيلقاو دي جوار لونسي. تماما. احنا دائما كنتابعوا معكم هذا المشوار الخاص بالطرفين الفريقين معا انه يبادر بالهجوم لان اي نتيجه ماشي في صالح ديال ستراسبورغ كتلزم عليه انه يربح اللقاء ديال غدا اللي لقاء تبريرا داخل منطقه الجزاء لفرصه ممتازه عمليه هجوميه رائعه هنا الصوره هذه المهاجمين كنشوفوها ان كاين غيحاولوا ما امكن فيك يشوفوا يلقاو اللاعب رقم سعود اللي سريع وسريع. فريق الفتح اللي انتصر في المباراه الاولى ديالو ضد فريق فلامينغو مباراه ما كانش سهله بالنسبه للفريقين جوج، ولكن فريق الفتح بين على مستوى ضد المدرسه. ضيعه هجمه مرتده مضاده هذه اخطر عمليه لان جات في الانفاس الاخيره فرصه ديال تسجيل هدف الانتصار الفريقين معا في غياب حلول هجوميه.